إذا كانت هذه المبادرة تماشيا مع القيم والمبادئ ديال حركة الشباب الأخضر وتنزيلا للبرنامج العمل ديالها. كما كتعرفوا البرنامج العمل ديال الشباب الأخضر كيهتم بكل ما هو بيئي في المدينة بالمآثر التاريخية ديالها وحتى بالحيوانات باعتبارهم جزء ومكون مكونات البيئة في طنجة، خاصة في الظروف العصيبة اللي كتمر منها البلاد. كما كتعرفوا الحيوانات ما بقاش عندهم يعني بين قوسين مصدر الرزق ديالهم، ما عندهمش فين يقتاتوا خصوصا بعد إغلاق مجموعة من المطاعم والمحلات التجارية وما إلى ذلك. غير صعب لهم أنهم يلقاو اللي غيلتفت لهم هذه الالتفاتة هذه. إذا تماشيا مع هذا الخط حنا قمنا بهذه المبادرة البسيطة وجد متواضعة واللي كنتمناو أن جميع المواطنين والمواطنات يبادروا بها في المنازل ديالهم وفي الأحياء ديالهم، ماشي بدور أنهم يخرجوا للزنقة ولا شي حاجة، حنا كل شيء يبقى في داره. غير هو مزيان أننا نديروا بعض يعني التويصات ديال الماء ولا ديال الماكلة في الباب ديال الدار ديال كل واحد، ديال تكون جد مبادرة جد رائعة.